بتألق كبير وروح عالية، واصل منتخبنا الوطني سلسلة انتصاراته في بطولة غرب آسيا للسيدات لكرة اليد بعد فوزه على المنتخب العراقي ب29 هدفا مقابل 14 ضمن الجولة الثالثة من المسابقة. منتخب السيدات بسط سيطرته المطلقة منذ بداية اللقاء من خلال الهجمات السريعة التي أربكت دفاعات المنتخب العراقي، لتنهي النشميات الشوط الأول من المباراة متقدمين بفارق 5 نقاط. في الشوط الثاني واصل منتخبنا الوطني تألقه، واستطاعت لاعباتنا فرض الضغط على المنتخب العراقي الذي لم يستطع التصدي لهجمات النشميات وسط تألق واضح للاعبة أمال عبيدات التي سجلت 11 هدفا في المباراة كأفضل مسجلة، إلى جانب تألق نهاد رواجده التي سجلت بدورها 7 أهداف، لتنهي النشميات الشوط الثاني ب16 هدفا مقابل 6 أهداف، لتحققن فوزهن الثالث على التوالي، مواصلات قبضتهن على صدارة ترتيب البطولة ب6 نقاط. كلمة السر كانت عند الكابتن عدنان بالحارث، غير أول إشي تكتيكه، بعدين أوش دخل الاحتياط، بعدين دخل الفريق الأساسي، والحمد لله قدرنا أنه نرفع النتيجة أول بأول. إحنا لاعباتنا لاعبات شابات صغار، تم تغيير المنتخب السابق بالكامل. إن شاء الله من خلال هذه البطولة راح يكون يكتسبون الخبرة، وإن شاء الله في المستقبل البطولة الجاية إن شاء الله إذا الله خلانا طيبين راح نشارك راح نشوف الفريق المنتخب العراق مغاير. وفي مباراة ثانية حقق المنتخب السوري فوزا مستحقا على لبنان ب26 هدفا مقابل 18 في مباراة شهدت إثارة كبيرة بين الجانبين، لتحققن السوريات فوزهن الثاني في البطولة فيما تعرضت سيدات لبنان للهزيمة الثالثة. سبب الانتصار فريقنا اليوم حماس اللاعبات كان والتشجيع المستمر لألون. الحمد لله توفقنا، وكانت مباراة كتير حلوة وكتير قوية، كان فيها تنافس، كنا تقريبا هدف بهدف، بس الحمد لله يعني آخر شيء حتى قدرنا نسيطر على المباراة. جولتان متبقيتان من عمر بطولة غرب آسيا للسيدات لكرة اليد ستحملان هوية حامل لقب البطولة وسط إثارة مترقبة سيعيشها محبي وعاشقي اللعبة.